صباح بخير، كدايرين؟ هاد النهار فرحان بالتواجد ديالي معكم هنايا. كنشكر كاع الناس الساهرين على هاد ليفنت هذا، والناس اللي سبقوا شاركوا التجربة ديالهم معنا، والناس اللي باقي جايين اللي غادي يكونوا من ورايا. كنشكرهم على انهم جاوا وشاركوا التجربة ديالهم معنا، غادي نستافدوا منها. باغي انا جيت لهنا باش نشارك التجربة ديالي بلا ما نحتاج نعرف راسي. محمد بعبيد، 24 سنة، اسم الله. دونك نخليو فهاد الجابول غادي ندوز، غادي نشارك البعض من التجربة ديالي. البارح كنا دايرين تيست، كنجرب يعني، كان 24 جابو عندي، كان تيست كنلقاو ملي تنبقى تندوي تنوصلو 45 دقيقة، وأنا كنتنزرب 45 دقيقة أو مينيموم. هنا تليميتي ب 18 دقيقة، اضطريت نحيد بزاف ديال الحوايج. يعني غادي نحاول نخلي في الآخر لكم واحد الوقيته باش تطرحوا الاسئله ديالكم، يعني باش نعطيكم داكشي بالضبط، داكشي اللي بغيتوا تعرفوا نتوما. يعني غادي نخلي في الاخر واحد الوقت باش نتوما تطرحوا الاسئله ديالكم. اول مره عرفت الانترنت ملي كان فلاش ديالي 9 سنين. ملي شفت داك العالم، يعني كتصيفط واحد ليمايل لواحد السيد بضع ثواني وتيجاوك بضع ثواني، يعني كتستغرب. يعني فلاش ديال 9 سنين عرفت بلي ديك الانترنت غادي يكون عندها واحد البوتونسييل كبير. تتشوف بلي الا قارنا 95 كان 16 مليون مستعمل في الانترنت، في 2010 كاين مليار و650 مستعمل، يعني واحد البوتونسييل يعني غادي الناس في تزايد. 2012 كندويو على اكثر من 2 مليار مستعمل. دابا الناس اللي مكونيكتي في هذه الكره الارضيه فاش عايشين تساوي ثلث ديال الناس دابا كونيكتي. ملي كندويو على لي ريزو سوسيو، الشبكات الاجتماعيه بحال فيسبوك تويتر، مليار ونص ديال الناس كتستعمل هذا الاستاذ. يعني اليوم ولينا كنعيشوا في واحد العالم اللي هو مزيان بزاف، يعني تنعيشوا في احسن زمان ممكن تعيش فيه. شحال من واحد تيقول لك الوقت شحال هادي كانت مزيانه، دابا ما بقى فيها ما يدار. لا، هادشي شي خاطئ، هادشي انا ضده، ضد هذه الفكره هذه. مثال اينشتاين كان تيجلس 9 شهور لا بغى يصيفط رساله لصاحبه الا تفرجوا في الفيلم ديال اينشتاين، وباش يتلقى الجواب تيجلس 9 شهور. كون جاو دابا يعني ما عرفتش كانوا غادي يديروا. حنا طحنا في واحد الزمن من احسن الازمنه. 16 عام كانت البدايه ديالي في الويب ماركتينغ. كنت تنقلب، يعني شفت داك العالم، ها هما ناس كتبغي كتبوا كتيليشارجيهم كتصيفط دي زيميل، شي حوايج اللي خيالي، اكثر من 200,000 ايميل كتصيفط في الدقيقه، كتسمع بلي ويكيبيديا اكثر من 6 ديال لي زارتيكل كيتبوستاو في كل دقيقه. دابا حنا الدقيقه اللي كندوي تبوستاو 6 ديال لي زارتيكل، اكثر من 260 مليون ديال الايفون تباعوا. يعني كتشوف بلي هذا المارشي هذا غادي لواحد، غادي عنده واحد المستقبل كبير. فكرت قلت واش ما كاينش البيع في الانترنت؟ بيان سور كنشوف الناس كيبيعوا دي زوبجي في الانترنت، مي واش ما كاينش، ما يمكنش حتى انا نبيع؟ بيان سور لقيت دي لوجيسيال، انا ما يمكنش نديفلوبي ديك الساعه لوجيسيال. دونك فاش فكرت قلت غادي نشوف شي سيت اللي ممكن نحط فيه شي حاجه نبيعها. بقيت كنقلب سيغ انترنت، لقيت واحد لو سيت اللي سميتو ايباي.fr، ممكن اي واحد يدخل ليه. كاين ايباي.com سي بوغ الامريكا، و ايباي.fr الاكثريه ديال الناس اللي كيدخلوا ليه من فرنسا. كنت كنشوف بلي الناس تيجيو من فرنسا حتى المغرب، اش كان تيهمهم؟ كان تيهمهم يعني داكشي ديال الصناعه التقليديه. كنت باغي نصيفط شي حوايج ديال الطين كدا نبقى نبيعهم على برا، ولكن ممكن يتهرسوا. دونك اشنو اختاريت لي طابي بربر، دوك لي طابي اللي تيتقادو الزرابي البربريه اللي تيتقادو يعني يدويا صناعه تقليديه. بديت كنحطهم في ايباي، بداو الناس كيجيو تيجوني دي زوفر. ايباي هو واحد السيت اللي كتحط فيه لارتيكل ديالك، كيجيو الناس يبقاو تيتسيدوا عليه. انت كتحدد المده ديال لونشير ديال المزاد، مثلا سيمانه 30 يوم، انت كتحدد المده ديال المزاد، تيجيو الناس كيتسيدوا. الاخراني اللي عطاك اكبر اوفر كتشوف واش تعجبك داك الثمن كتاكسبتي ولا لا. كاع لي زوفر اللي كانوا كيجيو دي زوفر مزيانين، على حقيقه راه الثمن باش كتشري داكشي في المغرب هنا رخيص بزاف مع الثمن باش كيتباع تما. دونك كانت لافير غاديه مزيان امبيكابل. تنشوف بلي انا كان وليت على 16 عام كنصور اكثر من الوالد ديالي. دونك
16 عام تنقول ويدا تنصور 5000 6000 درهم وتا هو تفرح تقول يعني فلوس داخله من الانترنت. هذه ما ثقافه ما كانش في ديك الساعه سورتو ملي كانت عندي 16 عام. يعني ولكن واحد لو موا صافي داك البيزنس بحال جاتني بحال الصاعقه يعني تصدمت صافي البيزنس ديالي خاصني نوقفو. علاش خاصني نوقفو؟ لان واحد السيد اللي كان تيخلص لي لي فري ديال اي باي كاين عايش في لا فرونس خاصو مع الاي باي كيطلب دي فري باش تحط ان برودوي خاصك تخلص دي فري. داك السيد مات انا كنت تيخلص هو تمايا انا كنعطي لعائلته انا الفلوس. هذاك السيد ملي مات بقيت كنقلب على شي سوليسيون ما كايناش لا سوليسيون. الى يومنا هذا ممنوع تصيفط الفلوس على برا. الله مكتب الصرف في المغرب دار واحد الحل اللي هو تيبان لي انا ماشي حل شخصيا. عندك دابا الا بغيتي تشري من الانترنت 10000 درهم في العام كتبان لي ما كافياش. بغيتي تصيفط الفلوس على برا ممنوع. يعني عايشين في واحد العالم اللي ليميتي بزاف. كنتمنى هذا الشيء يتحسن من هنا لقدام. من بعد ما وقف لي هذا البيزنس هذا بيان سور ما خاصنيش نوقف خاصني نقلب على شي بديل. بديت كنقلب على شي سوليسيون وحده اخرى باش ممكن نربح في الانترنت. هاد لا سوليسيون هادي ملي بقيت كنقلب هي سي بي سي لو كو بار كليك. يعني تيكون عندك ان سيت ويب كتحط فيه اعلانات تتروي تتربح على كل زائر كيدخل شي كليك على الاعلانات ديالك. قدينا ان سيت اللي تيهتم بالسيليبريتيز يعني المشاهير فنانين مغنيين ممثلين. كانوا الاكثريه ديال الصور اللي كيجيونا ناس كتجي من جوجل لي موتور دو ريشيرش اون جينيرال. لي موتور دو ريشيرش هما محركات البحث يعني بحال جوجل بحال ياهو. كانوا كيجيو الناس كيكليكيو. كنا كنحققوا انا والدري صاحبي كنا انا وياه شركه كنحققوا اكثر من 20000 درهم في الشهر من هذه البدايه ديال البسيطه. بعد مده بدلات جوجل الالغوريثم ما نستعملش لي مو تكنيك باش فهمتي يعني الفكره توصل للناس جميع. جوجل بدلات الطريقه باش كتختار لي سيت اللي يبانوا في المرتبه الاولى. مع لو سيت ديالنا كان تيطلع في المراتب الاولى. جوجل ملي بدلات الطريقه باش كتختار لي سيت اللي يطلعوا في المرتبه الاولى السيت ديالنا تاثر. التاثير هذا كان سلبي على الموقع ديالنا حيت ولا كيظهر في دي باج متوخرين ما بقاوش الناس تيشوفوه. ونزلت الارباح ديالنا من 20000 درهم حتى قل من 2000 درهم بامو. دونك تاثرنا بزاف. هي هذيك كنت ساليت الدراسه ديالي داك العام في بي تي اس بروفي تكنيسيان سوبيريور شهاده تقنيه عالي. وكان عندي خيارين. قلت ممكن نكمل الدراسه ديالي غادي ندير لو باركور اللي كيديروه كاع الناس غادي نشد بروفي تكنيسيان سوبيريور ليسونس بروفيسيونيل ماستر ابري نقلب على خدمه نخدم في بيرو ولا غادي نختار اتجاه الاخر على حقاش ما لقيتش دي زيكول ديال هذا الدومين هذا الويب ماركتينغ سيغ انترنيت باش نكمل قرايتي هنا في المغرب. قلت غادي نجلس نقرا في الدار. واحد القرار اللي واجهوه كل شيء مال الدار لا ما خاصش تجلس لا يعني فكره غير مقبوله. سيرتو انا كنت حصلت على البي تي اس ديالي بنقطه مزيانه اللي قبلوني دي ليسونس بروفيسيونيل على عرضه هما اصلا باش نجلس في الدار. حصلت عليه ب 15.75 ماشي خوكم نابغه. خوكم حياته كامله كانت تجيب 10 11 10 11 وخير دليل انه شد الباك ب 10.06. مي الفرق اللي غادي يكون في البي تي اس هذه نقطه مهمه يعني شي حاجه كنبغيوها كنعطيو فيها. الفرق اللي غادي يكون في البي تي اس ملي كندير فورماسيون بي تي اس هو انني كنقرا داكشي اللي كنبغي. كنقرا بروغراماسيون ويب كنقرا ديزاين كنقرا بروغراماسيون ويب ديفلوبمون هادشي هو اللي كنت كنقرا. عكس السنوات اللي قبل كتقرا تاريخ جغرافيا تربيه وطنيه فلسفه هادشي انا شخصيا ما كيعنينيش ما تيعنينيش. دونك اشنو قررت اني غادي نتحدى كل شيء غادي نختار هاد لاكارير هادي غادي نتخصص فيها وهي فاش غادي نكمل ابري صافي جلست في الدار يعني كنقرا يوميا ما ديزوتو فورماسيون. لقيت ملي بقيت كنبحث على انفورماسيون في هاد الدومين هذا لقيت بلي الانفورماسيون ما متوفراش باللغه العربيه ما كاينش كاع والو. اللغه الفرنسيه شبه والو. اللغه الانجليزيه بيان سور انا ما كانش عندي واحد النيفو في اللغه الانجليزيه. مي ما عمر خاص شي مشكل يوقفك يعني عندك مشكل كاين حل. قلت اجي ندير ديكور في اللغه الانجليزيه نحسن المستوى ديالي.
دونك حسنت المستوى ديالي هو الاول في اللغه الانجليزيه. من بعد وليت تنقرا ديكور في ناس في امريكا, يعني كاينين ديكور, كاين يعني اللي عندهم مع لونغلي اليوم كاينين ديكور امبيكابل, داكشي رائع جدا. في خلال هذه السنوات 3 اللي فات خدمت مع بزاف ديال الشركات اللي منها جوجل ان بروغرام اللي سميتو جوجل ادسنس, حتى هو ان بروغرام اللي تيتسمى سي بي سي, يعني كيخلصوك على لي فيزيتور تيدخلوا لو سيت ديالك وتيكليكوا على الاعلان. نفس الشيء شركه ادبرايت, حتى هي نفس السيستم باش خدامه. خدمت مع كوميشن جانكشن, يعني واحد الشركه اللي كتخلص بواحد لا ميثود ديفيرونت. الناس اللي كيدخلوا عندك لو سيت كتخلصك على تيتسمى سي بي ا كو بار اكسيون. هاد لاكسيون هادي يعني تيخلصوك على واحد لاكسيون اللي كيديرها الفيزيتور. ممكن يكون هاد لاكسيون هادي هي انه يعمر واحد الفورميلير في لو سيت ديالك, ولا يتيليشارجي ولا يتيليشارجي وانستالي. يعني تتكون العمليه اللي خاص يدير الفيزيتور باش انت تربح واحد المقدار ديال الفلوس تكون باينه تما. ابري كليك بانك هي واحد الشركه اللي امريكيه, عندها بزاف ديال الادفيرتايزرز المعلنين تيحطوا المنتجات ديالهم. انت كافيلي, انا كنخدم كافيلي, كناخذ المنتجات. اي واحد ممكن يخدم كافيلي, يعني هادو شركات اي واحد ممكن فيكم يخدم فيهم. لحقيتاش لي بيومو على بيرفورمانس, جبتي دي ريزولطا كتخلص, ما جبتيش دي ريزولطا يعني شي حاجه باينه. تاخذ ان برودوي, اي واحد جا شرا عن الطريق ديالك كتاخذ لا كوميسيون ديالك. مي المشاكل اللي واجهت فهاد تقريبا 3 سنين الفايته مشاكل كثيره, لان حنا في المغرب ملي كتمشي لا بونك كتقول لي شي حاجه كتجي بحال لا جاي من شي كوكب اخر, كتولي على شي حاجه ما كايناش. مثلا اول شيك ديال جوجل جاني, اول شيك جاني خديته فرحان $186, يعني ولكن شي حاجه قليله مي امبيكابل, يعني واو فلوس جاو من الانترنت خديناهم ديتهم لا بونك. قال لي هذا الشيك هذا ما يمكنش يتصرف هنايا, خاص تمشي لسيتي بانك في كازا, هادي ما كايناش في شي بونك في العالم. جيتي عنده غادي صيفطك 240 كيلومتر باش تصرف الشيك. قلت ماشي مشكل, ارى لي الشيك. مشيت صافرت 240 كيلومتر, مشيت لسيتي بانك في كازا, عطيتهم لو شيك وقلت كنعتذروا الشيك بالدولار, حنا كنصرفوا الشيكات اللي بالدراهم. قلت له واخا شي حل. قال لي شي حل, واجي تمشي هادي تجيبوا لنا بالدراهم. وما جوجل كانوا في الاول تيعطوني الخيار واش نختار شيك بالدرهم ولا شيك بالدولار, ما انا اختاريت الدولار. دونك النتيجه كي كانت مي اون جينيرال هانيه لو شيك صافي سمحنا فيه. قلنا نشوفوا بعيد, نكملوا خدمتنا, ما عمرت وقفك شي حاجه, شوف ديما كمل. ادبرايت جانا منا واحد لو شيك, اول شيك خدنا معاها شي $1,200, يعني فرحانين واو. ديتو لا بونك ويقول لي ديال اش هاد لو شيك هذا. قلت ليه شيك؟ قال لي فين هي لا سيناتور. قلت ليه غير حاول تفهمني واجي نتفاهموا. قلت ليه هاد لو شيك هذا ما فيهش لا سيناتور, لان المدير ديال ديك الشركه امريكيه كتخلص 90,000 واحد, المدير ما مساليش باش يبقى يسني لكل واحد. قال لك لا سمح لي انا ما. قلت ليه شوف انت غير صيفطو, انت غير دفعو. قال لي راه غادي ندفعو ولكن راه غادي تكلف باي نفقه كانت على الشيك, يعني الا جا ما تصرفش ورجع غادي نقصو من الكونت. قلت ليه ماشي مشكل. شحال باش غادي تصرف له الشيك؟ 3 موا بحال صيفطو على شي جمل وغادي. وي الى يومنا هذا باقي ما بغيتش نقول السميه ديال لا بونك, باقي تنتعامل معاه الى يومنا هذا. لا 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 باقا كتصرف لي الشيك في 3 موا. يعني حنا في 2013 حط دابا دي الشيك اللي كيتصرفوا في 3 موا, يعني شي حاجه. كاين دابا دي بونك في المغرب تيصرفوهم اسرع مده ممكنه 20 يوم, عكس العالم فين ما مشيتي ماليزيا امريكا كندا انجليز استراليا او ماكسيموم 3 جوغ ويزيدوك تسمح لينا, لان 24 ساعه 48 ساعه يعني. دونك اشنو اضطريت ندير؟ ما يمكنش نوقف, انا ما يمكنش نوقف صافي. اختاريت هاد لاكاري, اضطريت نسافر لامريك ونحل الكونت بونكير تمايا. كنحط ان شيك ما تكملش 24 ساعه كنلقاه, يعني فرق كبير. هادشي اللي قلت لكم باش نقول لك ما عمرت توقفك شي حاجه. مثلا تنشوف انا كنت هادي سمعتها من ابراهيم الفقي, الدكتور ابراهيم الفقي, وديما كنت تنحس بالياس كنعاود نطلقها. لحقاش اي تجربه في حياتي فيها مزيانه تتنزل مزيانه كتنزل, يعني ما عمرها جيت تكون انت هو سوبرمان اللي ديما لفوق امبوسيبل. قال لك علاش دابا العنكبوت الا ريبنا له دارو
اجي يقول لك عييت ما فياش من بني قهروني هاد الناس، بنيت العش المره الاولى حيدوا عليا، بنيت المره الثانيه حيدوا عليا، لا صافي انا ما بقيتش غادي نبني. امبوسيبل كتحيد ليه العش ديال العنك و تعاود يبني، كتحيد ليه عاوتاني تعاود يبني. النمله شتينا نمله تبقى نسدوا عليها الطريق تحاول تلقى طريق، سدوا عليها الطريق تحاول تلقى طريق، سدوا عليها الطريق تحاول تلقى طريق. يعني بحال هكا خاصنا نكونوا، ما تيأسناش اي حاجه في الحياه، يعني الصعوبات اللي كيواجهوك سي سور كاين لها حلول. كنشكركم على الانتباه ديالكم، شكرا بزاف، وبقياش شكرا بزاف. بقي جوج دقائق ونص اسئله، يعني ما عرفتش اش تهمكم انتم تعرفوا نجاوبكم عليه. وي لا فيك بليزير، الله يبارك فيك. avant toute chose bravo. الله يبارك. moi c'est mon premier TEDx. Merci beaucoup d'avoir accueilli ces jeunes et ces femmes extraordinaires. Merci. Et Awalen, tu me rends encore plus fier d'être marocain. Adil Hajalou. Parce que comme disait Abdallah tout à l'heure en introduction, on peut nous, en tant que Marocains, montrer l'exemple au monde entier. Adil Hajalou. Hajatiane, je voudrais savoir comment s'appelle ton entreprise. Hajatiane, je voudrais savoir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour aider des jeunes Marocains qui ont des start-up pour pouvoir leur permettre de bénéficier de ton expérience, voire de financement. Voilà, merci beaucoup. شنو ممكن لك دير اجوردي باش تعاونهم سواء ماديا سواء من طرف العلاقات اللي عندك؟ السؤال الاول سولنا على لونتربريز ديالي، كنت حال لونتربريز في الماروك، كانوا كيجيو لي شيك، كانوا كيجيو دي شيك بسميت الشركه المغربيه اللي كنت حال، مي كانت يعني الضرائب كانوا كيتخلصوا. انا تيبان لي دوك الضرائب ما يستاهلوش يتخلصوا، وكاين علاش ما خاصهمش يتخلصوا؟ لانك ما كتقدمش ليا شي سيرفيس في المقابل، كتعطلني 3 موا باش نصرف الشيك، دونك ما خاصش تشد الفلوس. لاميريك الا كانت كتقول لك خلص 35% ديال الضرائب راه غادي تصرف ليا شيك في 24 ساعه، يعني غادي نوفر لك الظروف ديال البيزنس ديالك وغادي ناخذ معاك ضرائب. القضيه الثانيه اللي قلتي لي باش ممكن ينفع لي جون ديال اليوم هو ان الدومين هذا ملي كنت كنقلب بالعربيه ما كانش، يعني ما كانت حتى شي حاجه، دونك شنو اضطريت تا اللي ماشي وصلت، يعني ماشي دابا في الطريق نقول لك توصلت اني الله يحفظك، كنت فكرت اني نعاود نترجم داكشي بالعربيه، ماشي ديالهم لي زيكسبيريونس ديالي نكتبهم في العربيه بالعربيه. لو سيت ديالي هو لتحت، لي مايل ديالي او ما بينش كونتاكت ات سايمولايف، يعني لو سيت راهي كونتاكت ات سايمولايف.com. تسال الوقت ما سخيتش بكم صراحه، واي واحد عنده سؤال افيك بليزير يصيفطوا لي الله بواط ايميل اللي ما بيناش ما عرفتش باينه باه حتى واحد شويهك. وي صيفطوا لي ايميل افيك بليزير. شكرا بزاف.